نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغزو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ لاباس؟ وش راك؟ واسمك؟ دولاس عبد العصيد. راك هايل بهذه اللبسة هذه. وين تسكن؟ في عموندان. في بوروبا، حي بوروبا يا أخي. الله يبارك، شحال في عمرك؟ 6 سنوات. حب عمو يزيد. مام عمو يزيد يحبك. مرحبا بك، مرحبا بك. يا أطفال، كنا استضفنا في الحصة اللي فاتت، كانت بمناسبة اليوم العالمي للطفولة وكذلك بمناسبة اليوم الوطني للكشافة، كنا استضفنا فوج النهضة بمدينة العفرون، كنا كذلك استضفنا فوج شيخ العلامة البشير الإبراهيمي من مدينة بومدفع اللي شرفونا. واليوم كاين يوم مهم في هذه الفترة، هذه هو اليوم الوطني للفنان. في الجزائر كاين يوم اللي هو يوم 8 جوان، هو اليوم الوطني للفنان. مليح اننا نتوقفوا في هذا اليوم، لانه الثقافه مهمه جدا في هويتنا، في هويه كامل الجزائريين. يا اخي ثقافتنا لازم نعتز بها. واسمك انت يا العروسه؟ صابور ميليسا. ميليسا شحال في عمرك ميليسا؟ 6 سنين. وين تسكني؟ في برج منايل. برج منايل خيارنا. كي تروحي تسلمي عليهم كامل؟ ايه. قولي لهم عمو يزيد ويسلم عليكم. ايه. يا برافو بنتي، برافو 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 برافو. كالمعتاد قبل ما نبداو نطرح عليكم لغز. انتوما واصدقائنا المشاهدين الاطفال اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا معنا عبر موقعنا مع عمو يزيد اللي هو عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا اللغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يظهر في أول الشهر ويختفي في آخره؟ ما هو الشيء الذي يظهر في أول الشهر ويختفي في آخره؟ إذا فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا الأطفال اللي راهم يشوفوا فينا باش تعطونا الجواب. يا أخي إحنا اليوم كذلك. وي ولدي، وش حبيت تقول؟ اللغز. اللغز لازم تفكر فيه، اللغز إلى غاية نهاية الحصة يا أخي. هاي اليوم كذلك في هذه الفترة هذه كاين مناسبة سعيدة ومناسبة جميلة نحبوها كامل، هي شهر رمضان المعظم. شكون اللي يصوم هنا يا أطفال؟ شكون اللي يصوم فيكم؟ قاع شاطرين، قاع تصوموا. كي صمتي لي أول مرة؟ واسمك بنتي؟ دولاش خديجة. خوك هذا؟ الله يبارك، أختك هذه؟ الله يبارك، الله يبارك. شحال في عمرك؟ 10 سنوات. قولي لي بنتي، نهار اللي صمتي أول مرة واش داروا لك في الدار؟ فرحوا؟ فرحوا بزاف. ها، وأنت كنتي فرحانة تاني؟ نعم. يا برافو برافو. شكون تاني اللي كي صام أول مرة أنت؟ واسمك ولدي؟ اسمي نذير. وين تسكن نذير؟ ثنية الحد. الله يبارك، خيار الناس خيار الناس ولدي. أباك بلي عمو يزيد قرا في ثنية الحد؟ ايه عن بالي. على بالكم. خلاص، اذا تحياتي كاع الناس ثنية الحد اللي انا نلت شهادة البكالوريا في مدينة ثنية الحد اللي نعتز بهم وتوحشتهم ثاني، توحشتكم بزاف. اذا راح نجي نزوركم ان شاء الله في اقرب وقت يا اخي. نعم. النهار اللي صمت اول مرة فرحوا في الدار؟ نعم فرحوا. فرحوا، وانت ثاني كنت فرحان؟ ايه. كان في اي عطشت ولا جعت ولا؟ جعت وعطشت. جعت وعطشت في زوج.
شكون تاني؟ شكون اللي سام؟ هل سام أول مرة؟ نجي عندك بنتي، واسمك بنتي؟ يارا. يارا، وين تسكني يارا؟ نية الحد. نية الحد، خيار الناس، الله يبارك بنتي، كان على بالك العام ويزيد تسكن تما؟ نعم. على بالكم الله يبارك. قولي لي بنتي، نهار اللي صمتي أول مرة، فرحوا في الدار؟ نعم. جعتي ولا عطشتي أكثر؟ ما جعتش ما عطشت. أوه برافو برافو، شاطر الله يبارك الله يبارك. شكون تاني نهار اللي صام أول مرة؟ وي بنتي. واسمك بنتي؟ اسمي مروة. الله يبارك. أبو يزيد. الله يبارك فيك. نهار اللي صمتي أول مرة، داركم فرحوا؟ إيه دارنا فرحوا. وأنت تاني فرحتي؟ فرحت عمو يزيد. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. إذن يا أطفال، مليح أنه الطفل حقيقة يبدأ يصوم بالتدرج، يعني بالعقل بالعقل، تبدأ توالف بالعقل حتى يلحقك الفرض يا أخي. إذن شهر رمضان المعظم هو شهر نحبوه كامل يا أخي، تحبوا السهرة وزيارة الأقارب يا أخي. شكون اللي راح للتراويح مع رحتوا؟ رحت للتراويح؟ نعم رحت للتراويح طيلة الشهر. اي وانت؟ رحت للتراويح. رحت للتراويح، برافو برافو برافو. شكون تاني اللي راح للتراويح؟ اسنا تشوف، سمحي لي بنتي يطول عمرك. وقف تشوف، وقف وليدي وقف. واسمك؟ فوديل. فوديل، وين تكون فوديل؟ فليفي. فليفي، قول لي رحت للتراويح؟ إيه. قاعد شهر؟ إيه. عجبك الحال؟ رحت مع باباك؟ إيه. الله يبارك الله يبارك. شكون تاني راح للتراويح؟ وي بنتي. واسم وقفي بنتي، وقفي مع مو ياسين. واسمك؟ حنان سعيدة. وين تسكني؟ بومرتاس. خيار الناس خيار الناس. رحتي للتراويح ليلة الشهر؟ مع يماك ولا مع من؟ مع ماما. الله يبارك الله يبارك بنتي الله يبارك. إذن التراويح تاني شيء جميل 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 جدا، قدر الأب يصطحب فيه ابنه ولا الأم تصطحب بنتها، ولا شيء جميل جدا يا أخي. يا أطفال ما راكوش جوعوا بزاف وتعطشوا كي تصوموا؟ شوية أي، لازم تصبروا لازم تصبروا. هذا هو يعني قوة الإيمان، الإنسان يقدر يتجاوز كل الصعاب يا أخي. عمو يزيد ما دالكم مفاجأة، دالكم مفاجأة، جاب لكم أغنية، أغنية خاصة بهذا الشهر المعظم، هي نقول فيها طلة هلال يا أخي. تغنوا معايا كامل أغنية رمضان. طلة هلال طلة في السماء، رمضان 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 جاء، النور والهدى كامل المسلمين، سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء، رمضان 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 جاء، رمضان 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 جاء، للمسلمين أتى ينادي، رمضان 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 جاء، فيه الهدى خير للعباد، رمضان 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 جاء. فيه مغفرات لمن أراد، رمضان 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 جاء، كل الرحمات وأجر زيادة، رمضان 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 جاء، طل هلال طل في السماء، رمضان 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 جاء، بالنور والهدى كامل المسلمين، سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء، رمضان 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 جاء، رمضان 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 جاء.
وعتق من نار وجنة عدن. رمضان 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 جاء وبعد كبير للشيطان عني. رمضان 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 جاء طل هلال طل في السماء. رمضان 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 جاء بالنور والهدى كامل المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء. رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء. أجواء جميلة وأنا مع أهلي. رمضان 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 جاء فبعد صيام نفطر ونصلي. رمضان 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 جاء طل هلال طل في السماء. رمضان 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 جاء بالنور والهدى كامل المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء. رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء. برافو برافو برافو. يلا شكرا شكرا شكرا. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ طل هلال طل في السماء. رمضان 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 جاء يا أخي بالنور والهدى كامل المسلمين سعدنا باللقاء. يا أخي سعدنا باللقاء. إذن مرحبا شهر رمضان المعظم، إن شاء الله يدخل علينا بالرحمة إن شاء الله يا أطفال. يا أخي وش رأيكم؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا دركا نروحوا مع عمو عمو مراد اللي جانا من مدينة الورود مدينة البليدة. إذن تفضل عمو مراد. Thank you.
شكرا يا أطفال، شكرا 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 شكرا. إلى فرصة أخرى. شكرا 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 شكرا. يا أطفال، تكلمنا من قبيلة على شهر رمضان المعظم اللي جانا، وغنينا أغنية طل هلال، وقلنا سعدنا باللقاء، وتمنينا لكامل الأمة الإسلامية والجزائرية، تمنى لهم رمضان كريم إن شاء الله. ولكن طلبنا من نور الهدى باش تعرفنا، دير لنا تعريف صغير على هذا الشهر المعظم. إذا صفقوا على نور الهدى. مساء الخير يا أطفال، رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. اليوم جيت نحكي لكم على شهر رمضان. شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزا عند المسلمين عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم، يمتنع في أيامه المسلمين عن الطعام والشراب، مع الابتعاد قدر المستطاع عن المحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كما أن لشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين، لأنهم يؤمنون بأن الوحي نزل فيه، وأول ما نزل من القرآن على النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر من هذا الشهر عام 610 ميلادي، حيث كان رسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء عندما جاءه الروح جبريل الأمين جبريل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكانت هذه هي الآية الأولى التي نزلت من القرآن، والقرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة، فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا في رمضان، ثم كان جبريل ينزل به مجزأ في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في 23 سنة. وشكرا. شكرا 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 نور الهدى. إذن شهر رمضان المعظم هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. يا أخي أطفال، إذا رمضان كريم لكم الكل الأمة الإسلامية. واش رايكم نروحوا دركا نحكي لكم تحبوا الحكايات؟ يلا إذا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية النسر الوفي. شكرا 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 يا أطفال. إذا راح نحكي لكم اليوم حكاية النسر الوفي. يا أخي، واحد النهار كان واحد طفل مع باباه، كان مع باباه كانوا في الحقل، عندهم مزرعة، كانوا في الحقل كانوا يخدموا هكذا في أعمال الحقل كامل. ومن بعد فجأة النسر كان يحلق في السماء، ومن بعد حتى شافوا الطفل هذاك، ومن بعد حتى سمعوا يعيط هكذا، يعيط هذاك النسر. ومن بعد كي راح يجري مع باباه شافوه باللي الثعبان التف حوله كامل، دار به الثعبان هذاك الحنش، وكان راح يقتله.
بعد هذاك الطفل قال بابا 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 لازم نسلكوه لازم نسلكوه، اذا راحوا يجروا هكذا وسلكوه من التعبان هذاك. ومن بعد طار هذاك النسر، ومن بعد ثاني قعدوا يمشوا هكذا في الحقل يعملوا كامل. وغدوه من ذاك كان عندهم يروحوا للسوق باش يبيعوا الغله ديالهم، واش جناو واش جناو في الغله هذيك باش يروحوا غدوه من ذاك للسوق يبيعوه. اذا راحوا عندهم عربه هكذا داروا فيها كاع الخضر تاعهم وراحوا للسوق. وليدو هذاك صباطو مقطع هكذا، باباه قال له وكان نبيعوا مليح في السوق، كان نبيعوا مليح راح نشريك صباط جديد. راحوا للسوق باعوا باعوا واش باعوا. بعد كي جاوا راجعين صابوا هذاك النسر واقع في فخ 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 تاع العصافير. الطفل هذاك حديقة عمو يزيد. ومن بعد الطفل هذاك قال باباه بابا بابا لازم نسلكوه لازم نسلكوه. راحوا كذلك سلكوهم من الفخ هذاك وطار هذاك النسر. ومن بعد كملوا الطريق تاعهم كملوا الطريق تاعهم راجعين للبيت يمشوا يمشوا يمشوا. ومن بعد تعبوا تعبوا عياو صابوا واحد الحيط هكذا واحد الدار قديمه هكذا. قالوا خلاص نقعدوا هنا نرتاحوا شويه. اذا قعدوا واتكاوا هكذا في هذيك الدار الداخل اتكاوا الحيط هكذا. والنسر هذا كان الفوق كان يحلق كان في السماء هكذا، شاف باللي هذاك الحيط وهذيك الدار هشه يعني قديمه قديمه. وقعد يشوف قال انا كيفاش راح نقول لهم باش باش نخبرهم باللي هذيك الدار قادر هذاك الحيط يطيح عليهم. وقعد يدور يدور كيفاش يدير. بعد هما راقدين هكذا. بعد واش دار؟ راح عض الطفل هذاك من رجله، صباطه كان مقطع عضو هكذا من صبعه وهرب. بعد نوض بابا هكذا الطفل هذاك قاعد يعيط اي اي اي. قالوا بابا واش بي؟ قالوا عضني عضني. راحوا يجروا موراه قعدوا يجروا موراه هكذا هذاك النسر. بعد هما يجروا موراه من بعد شافوا هذيك الدار طاحت طاحت هذيك الدار. اذا هذاك النسر هذاك نقذ لهم الحياه نتاعهم بهذه الطريقه هذه. عمو يزيد تسمى الحكمه اللي نستخلصوها من هذه الحكايه تقول يجب دائما رد الجميل بالمثل. برافو 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 برافو. اذا بوبي اعطانا حكمه جميله جميله جدا، هو انه الانسان لازم دائما يرد الجميل بالمثل. يا اخي اطفال يلا دركا نروحوا الركن جميل جميل جدا. يا اطفال راح نطرح عليكم سؤال، شكون اللي يساعد شكون اللي يساعد في الطياب في رمضان؟ شكون اللي يساعد ماماه ولا؟ أنا. تساعدي تساعدي ماماك؟ نعم. كي تساعدي ماماك واش طيبي؟ ما تخلينيش نطيب. واش تخليك ديري؟ تغسلي الماء على البرك؟ نعم. وانتي يا بنتي؟ تخليني نساعدها. واش ديري كي تساعديها؟ طيبك شي حاجة ولا برك تنقي الخضرة؟ هذا ما كان؟ نقي غير الخضرة. هذا ما كان. قولي بنتي. انا نساعدها نغسلها الماء عن إيه؟ وزعما كي تقولي راح نشري لها زعما كيما الكمون والاخر. اوكي تساعدي ماماك تيا، ولكن حبيت برك نوضح شيء. وقفي بنتي وقفي بنتي، كي تعاوني ماماك واش ديري في رمضان؟ نعاونها نديروا البوراك. دير البوراك. وانت؟ انا ايه إيه قولي بابا عاوني نعاونو. واش دير كي تعاونو؟ دير البوراك؟ لا لا. نساعدو في الشغل تاع الخدمة. في الشغل تاع الخدمة. هيا برافو برافو. على بالكم اش سقسيتكم لأنه اليوم أرواحي بنتي تعالي قولي لنا. تعالي. ناكل البيض. تاكلي البيض. روحي بنتي وقفي وقفي معايا روحي. قولي لي كي تعاوني ماماك واش ديري؟ نغسلها معين. ايه شللها. ايه وروح نعمل حفيدات. اوكي وتعاونيها كي تحط الطابلة وكامل. ايه عمو يزيد. يا برافو 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 برافو. إذن احنا اليوم علاش سقسيتكم علاش طرحت لكم هذه الأسئلة هذه؟ لأنه اليوم رايحين بما أننا في شهر رمضان المعظم استضفنا نور الهدى وأختها أحلام باش يديروا لنا طبق تحلية أن ديسير أن ديسير. وهذه الفقرة هذه برعاية حليب
رامي. يلا نشوفوا نور الهدى وأحلام واش داروا لنا اليوم. تفضلوا نور الهدى وأحلام. مساء الخير يا أطفال. صحة صحة رمضانكم. الله يسلمك، مرحبا بكم. واش راكم لاباس؟ لاباس. إذن اليوم يا أطفال نور الهدى وأحلام راح يديروا لنا طبق تحلية، أنديسار. تحبوا لي ديسار في رمضان؟ واسمو الطبق هذا نور الهدى؟ فلان، تحلية بالحليب. تحلية بالحليب، بحليب واش؟ رامي. بحليب رامي. يلا أبدأوا ورينا. نقدم لكم المكونات. نسحقوا لتر حليب تاع رامي، وكاس مايزينا، كاس سكر، وخمسة علب كريم ديسار شوكولا ولا كراميل الذوق المختار. وللتزيين نسحقوا طبقة تاع كراميل. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ساعدي ساعدي اختك، ساعديها. نفرغوا لتر من الحليب. اوكي بسم الله. لتر كامل؟ لا نعم. اوكي نفرغوا كامل العلبة تاع الحليب في هذا الريسيبيون. اوكي يلا واش نديرو؟ نزيدو. نبداو بالسكر. نذكرو بالمقادير. نديرو سكر، كاس سكر. هذا كاس سكر. يلا نعم. شوفو مليح يا اطفال باسكو لازم كي تروحو للدار كامل ديرو هاد الفلون تحليه بالحليب. وكاس مايزينا. كاس مايزينا تاني كاس؟ ها نعم كاس. اوكي يلا واش نديرو دركا؟ ثم نخلطوهم. نخلطوهم. خلطوهم. اوكي يلا شحال نخلطو الوقت ولا شويه؟ برك شويه برك. زوج ثلاث دقائق هكذا، اربع دقائق. دقيقه هكاك. هادو اطفال، هادو على بالك دوك يروحوا للدار يبداو غير يخلطوا تما ويماهم تقول لهم وجد. لا لا مازال شويه، مازال طاطا نور الهدى قالت لنا باللي مازال. شحال يخلطوا؟ دقيقتين. دقيقتين مالا، زوج دقائق. يلا من بعد نزيدوا الكريم ديسار. خمس علب قلنا. خمس علب كريم ديسار. اوكي كريم ديسار شوكولا؟ شوكولا او كراميل. دونك مختار الدار يحب شوكولا. داكور، اللي يحب شوكولا يدير شوكولا، اللي يحب كراميل يدير كراميل. خمس علب. اوكي اذا لتر من الحليب رامي، كاس مايزينا، كاس سكر، وخمس علب كريم ديسير. كريم ديسير كراميل ولا شوكولا كما يحبوا. اوكي ثاني قسم. يلا دقيقتين، خلطوا دقيقتين قلت لكم. ومن بعد نديروها فوق نار دافئة. نار دافئة. اوكي يا اطفال اذا كانت تلاحظوا ما درناش النار اللي فيها النار بالغاز، هذه لامانتكم، للامان تاعكم يا اطفال. ابتعدوا عن النار، ما لازمش انتم الاطفال تروحوا تشعلوا النار وكامل. يا اخي لازم دائما يكون معكم واحد كبير، تقدروا تساعدوا ماما ولا بابا، ولكن يكون دائما معكم هو اللي شعل النار. هو يا اخي ابتعدوا عن النار. نبقى نخلط فوق. عاد نخلطوها شحال وهي تطيب وحنا نخلطوا؟ ما نحوش يدينا. اوكي ما تنحوش يديكم، دائما هي تطيب وانتم تخلطوا. شحال هكذاك يا نور الهدى؟ خمس دقائق، عشر دقائق، حتى يولي مزيج متجانس. اوكي حتى يبدا يتغلى شويه. ويبدا يغلى شويه؟ اوكي دونك غير يبدا الغليان تاعو شويه يعني وصلنا ل داكور. اوكي على ما نظن خمس دقائق ست دقائق، بين خمسة وعشر دقائق تكفي. اوكي ومن بعد كي يطيب واش نديرو؟ نحطو في كؤوس التقديم. وين نحطو؟ الثلاجة؟ نحطو في الكيسان تاع التقديم ولا دي بول. ديريك ديريكتومو ما نديروه في الثلاجة ولا لا؟ لا لا ما نديروش في الثلاجة. اوكي باش ندخلوه. داكور نديروه في الكيسان قبل. اوكي يلا قاعدو نخلطو. خلطو ومن بعد كي نديروه في الكيسان نحطوه في الثلاجه حتى يجمد هكذا. يولي ان فلون. يولي ان فلون. اوكي من بعد كي يولي ان فلون انت وجدتيه لنا، وجدتيه لنا. ورينا كيفاش بعد يكون. كملي انت تخلطي معليش، ورينا انت كيفاش يكون بعد. داكور من بعد كي يجمد في الثلاجه يكون هكذا، هكذا يكون جامد.
داكور. ومن بعد كي نجبدوه واش نديرو؟ نزينوه بالكراميل، نديرو طبقة تاع كراميل. اوكي نزينوه بالكراميل. بسم الله. فوالا باش يجي حلو ويجي اوكي. داكور، نعاونك. يلا عمو يزيد راح يطيب شوية. فوالا. هكذا. نعرف شوية ولا؟ صافا. هيا لبس. فوالا. هيا تري بيان. درتي ثلاثة برك، وحدة ليا وحدة ليك وحدة الأحلام. هذا ما كان. هو أصدقائنا والو. لا بوبي لا كتكوت. هما يسيوها. هما يسيوها لازم يطيبوها. تري بيان. إذا برافو 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 يا أطفال. العشية هذه كامل ديروا هاد الفلون بالشوكولا باش تقدموه لماما وبابا. يا أخي يلا. شكرا شكرا. عجبكم هذا الطبق يا أطفال؟ إذن كانت هذه فقرتنا في شهر رمضان برعاية رامي حليب رامي حليبي قوتي. أوكي يا أطفال، وش رأيكم دركا نروحوا الجواب عن اللغز؟ ما هو الشيء الذي يظهر في أول الشهر ويختفي في آخره؟ قولي لي بنتي. هو الهلال. الهلال. وأنت؟ الهلال. 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 قعدوا 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 قعدوا. واسمك بنتي؟ يارا. يارا. قولي لنا الجواب. هلال. الهلال. الهلال. الهلال تاني. أسنيت شوف. واسمك بنتي؟ ليديا. وش هو الجواب؟ هلال. الهلال. وش هو الجواب؟ هلال. الهلال. عندك الجواب؟ الهلال. 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 القمر. القمر. تعال تعال. إذن هو القمر يظهر في أول الشهر ويختفي في آخره. هو القمر. تعال. إذن يا أطفال إحنا في كل جواب عن اللغز نمدوا هدية. أعطيني الهدية تاع. شكرا شكرا شكرا. واسمك ولدي؟ أيمن مراكشي عبد الله. أيمن مراكشي عبد الله. أيمن مراكشي عبد الله. أيمن مراكشي عبد الله. إحنا نعيطوا لك أيمن ولا عبد الله؟ أيمن. أيمن. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات. برافو. إذن عمو يزيد يقدم لك هدية. هذه الهدية هي سيدي أغاني مدرستي. كذلك عندك قبعة باش تحميك من أشعة الشمس الضارة، وقصة كذلك. وقصة ينفعوك إن شاء الله في حياتك. تفضل ولدي. برافو 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 برافو. يا أطفال لحقنا دركا الركن اللي نحبه بزاف. هذا الركن هذا هو تجو نتوما لعندي تحكوا لي النكت نتاعكم. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد. نكتة نكتة نكتة. قاعدة. شكون اللي عنده نكتة؟ تعال مروح. تعال تفضل. قال لك واحد الخطرة واحد العجوزة بغات تنتصاحب، راحت فوق واحد السيتيرنا ولات تنقز تنقز تنقز. فات عليها بوليسي قال لها جدة شاكي ديري؟ قالت له راني باغية نتصاحب. قال لها روحي فوق الباطيمة ونقزي. قالت له ياه راك باغيني نموت. برافو برافو. شكون عنده نكتة؟ شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي تعالي بنتي روحي. تعالي. واسمك؟ آية. وين تسكني؟ ليزيسار. ليزيسار. الله يبارك خير الناس. احكي لنا نكتة تاعك بنتي. كان واحد الراجل كان رايح يشري كبش، من بعد لقى واحد الكبش رقيق. قال له هذا الكبش رقيق بزاف. ايه؟ من بعد هذاك الكبش الزعف قال له هذا شوف العقليه ما تشوفش لاطاي. شوف العقليه ما تشوفش لاطاي. برافو برافو برافو. يا اطفال لحقنا دركا الفقره نحبها بزاف، هي فقره عيد الميلاد. عندنا عيد ميلاد ايوب 9 سنوات. تعال ايوب. تعال تعال تعال. اذا اصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع ايوب وانا
مع أصدقائي نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. شحال درت من سنة أيوب؟ 9 سنوات؟ 9 سنوات. وين تسكن أيوب؟ في ثنية الحد. خيار الناس، خيار الناس أيوب. إذا رح نحتفلوا بعيد ميلادك، يلا عيد ميلادك أحلى عيد. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شالله يرضي لبيا سنة وتعيش أيامها أفراح، شالله يرضي لبيا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. إذن 9 8 6 5 4 3 2 1. يلا أيوب طفي الشمعة. فوالا برافو برافو برافو. وأنا ما بقى لي، هما يقطعوا الجاتو وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم استنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت على نفس القناة. نحبكم يا أطفال، يلا سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.